هي القضية الجوهرية وهي النقطة التي يلتقي عندها كل العرب. لذلك فقمة الجزائر هي ايضا قمة القضية الفلسطينية. هذا التعامل مع القضية الفلسطينية بمشاريعها ابرز هذه الخاصية وابرز مركزية هذه القضية الفلسطينية وبالتالي نحن سعداء جدا عندما خرجنا من هذا الاجتماع لكي نؤكد بان فلسطين تخرج منتشية بما تم تحقيقه وسعيده بما سمعته ومرتاحه لما عرض عليها من موافقه شامله كامله لكل قراراتها الشارع الفلسطيني ومعه العربي يعول على قمه الجزائر لاعاده بعث المبادره العربيه التي طرحت في بيروت عام 2002 نحن نحن نعتقد بان هناك فرصه لتصحيح هذا المسار الذي انطلق قبل عشرين عاما وتصويب مثل ذلك المسار للعوده الى الاساس الصحيح الذي تنص عليه مبادره السلام العربيه، لذلك نحن نشدد على هذه الاهميه ونعتقد بان هناك امكانيه لاعاده التفعيل هذه المبادره كما نصت عليها قبل عشرين عاما بعد لم الشمل الفلسطيني مؤخرا بمبادرة من الرئيس عبد المجيد تبون ينتظر أن تعطي القمة العربية الحادية والثلاثون دفعا جديدا للقضية خاصة في ظل النسق التصاعدي للانتهاكات التي يمارسها الاحتلال على أرض فلسطين